اسم مهدي رابح 18 سنة من مدينة الرباط حي تقدم، تدرج في فرق عديدة، أولها كانت جمعية حي تقدم، من بعد توارقة واتصالات، كنشجع جميع الفرق المغربية وكنتمنى شي نهار نحمل القميص الوطني. اللاعب القدوة ديالي كيف ما سبق لي وقلت فيصل الفجر واللاعب سيمو الدردو، أي رابور بالأخص مسلم. أنا كولد مدينة الرباط كنتمنى نلعب في الفتح الرباطي أو الجيش الملكي ونسق الموهبة ديالي. كنوجه رسالة للناس اللي عندهم يد في الشأن الرياضي أنهم يعطوني فرصة في نبيل الموهبة ديالي ونسقلها. شكرا للمغاربة.